هجارة وميتو صاحبتا متجر في العاصمة. نحن نخيط هذه الملابس ونبيعها، وقد نشتري بعضها بهدف بيعه. نحيك الملابس بأنفسنا، هذا حسب آخر صيحات الموضة. هذا الموديل يليق بك. نعم إنه جميل. صنعنا هذه القطعة بماكينة الخياطة التي لدينا. هذه القطعة سيكون عليها طلب كبير. تسعى السيدتان لتوسيع نطاق النشاط، إنهما تنويان التغلغل في عمق البلاد للتعرف على ما يشترى ويباع في محيط العاصمة الأثرية. عرفت موريتانيا لدى العرب باسم بلاد شنقيط لقرون طويلة، نسبة إلى المدينة العريقة التي تعد واحدة من المدن المهمة في التاريخ الإسلامي. تعد موريتانيا في الوقت الراهن من بلدان العالم الأقل تطوراً حسب تصنيف هيئة الأمم المتحدة، إذ تحتل الصحراء مساحات شاسعة من البلاد. تقطن موريتانيا 3 ملايين نسمة يعيشون على مساحة تقترب من ضعفي مساحة فرنسا، أي أقل من تعداد المقيمين في باريس وضواحيها. الحياة هنا قاسية، فالمجتمع منغلق على نفسه. في الوقت الحالي لا أحد يعير اهتماما لجسد المرأة. أولا وآخرا ينبغي للمرأة أن تتمتع بالكياسة. الذوق بالنسبة لجمال المرأة يختلف من رجل لآخر. لدى العديد من الرجال أكثر من زوجة واحدة، وقد كان الرجال في الماضي يختارون نساء لبقات ومكتنزات، وصفة الجمال كانت تنحصر في هؤلاء النسوة فقط. أما أنا فلم أكن بحاجة إلى مزيد من الغذاء لأن جسدي جميل. تظل تشرب الحليب حتى الظهيرة، ونعد لها حليبا خاصا للفطور يسمى أمزيك. نعد للصغيرات في النهار وجبة الكوسكوس، وهي الوجبة الرئيسية. أكلة الأمزيك تجهز بطريقة خاصة من حليب طازج يضاف إليه القليل من الحليب الحامض والمحلى لزاما بالسكر وشيء من الزبدة. كان من المألوف لدى بعض الأسر إجبار الصغيرات على تناول مادة خاصة يؤدي تناولها إما إلى زيادة الوزن أو إلى الوفاة. فقد حدثت أمور كهذه فعلاً جراء ممارسة عادة لبلوح، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأملاح، وهو ما يسفر في الكثير من الحالات عن الوفاة. هذه والدتها، أعني تلك الصغيرة التي نسمنها. أنا أيضا أطعم ابنتي لتسمن. هذه هي، نحن نطعم البنات كثيرا إلى أن يصلنا للنتيجة المطلوبة. أريد أن يكون حجم ابنتي وسطا، لا أن تكون سمينة ولا نحيفة. نبدأ في تسمين الصغيرات منذ سن الرابعة، وأريد أن تكون ابنتي متوسطة الحجم. لقد تأخرت بعض الشيء في تسمين ابنتي، فقد كان يجب البدء قبل سنتين.
فالبلوح في سن متأخرة لا يعطي النتائج المرجوة، ويفضل الرجال في موريتانيا السيدات الممتلئات إلى حد ما، فالمرأة المكتنزة تثير الانتباه على عكس النساء الممشوقات القوام، ولطالما وصفت المرأة النحيفة بأنها تعاني من مرض ما. في الماضي كانوا يقولون إن المرأة الممتلئة تملأ مكانا أكبر في قلب الرجل، فيما نصيب النحيفة مكانا أقل. ولا يزال الرجال الموريتانيون يؤمنون بذلك. هذه أم الطفلة وهي ابنتي، إنها تزوجت وهي في سن صغيرة بفضل إجبارها على تناول الطعام. لبلوح ساعدها على الزواج في سن مبكرة. لكنني لست متزوجة يا أمي. نعم أنت لست متزوجة، أنت مطلقة. أعطني الطفلة. لا أريد تسمين طفلتي. لك الحرية في ذلك. الحسنوتان جارة وميت القادمتان من العاصمة حلتا ضيفتي شرف في هذه الأمسية. حفلات كهذه حدث مهم يتسنى للمشاركين فيه عرض أنفسهم ورؤية الآخرين. هكذا نسمن صغيراتنا، نجبرهن على شرب الحليب طوال اليوم وعلى نحو متواصل. سيوضع خلخال كهذا على كاحلها حين تصبح سمينة، عندها تصبح امرأة كاملة الجمال. عندما تصبح ممتلئة تظهر تجعدات من جراء تمدد الجلد، كما نقوم بتدليك خاص للصغيرات وبتدليك خاص للبنات بواسطة أداة أشبه بالمشط كي يتمدد الجلد على نحو جميل.
ونفعل ذلك بهذه الطريقة. نعم، هذا ما نفعله. لا أحب النحيفات. من الذي يحبهن؟ المرأة الحقيقية يجب أن تكون مكتنزة ومتزنة. المرأة الحقيقية هي المرأة الممتلئة. النحيفة خفيفة جدا، أما الممتلئة فهي الأفضل، لأن بركة السماء حلت بها. الرجال لا يحبون النساء النحيفات، لا أحد يتزوج نحيفة، فالجميع يفضلون المكتنزات، لا أحد يكترث للنحيفات. أنا لا أفهم كيف تعيش الممشوقات القوام. لا أستسيغ الفتيات الرشيقات ولا أريد التحدث عنهن، لكن في هذه الأيام بات هناك من يعجب بالنحيلات. لا أفهم ما الذي يجعل هؤلاء يعجبون بالنحيفات. بماذا؟ قديما كان الرجال ينظرون إلى الممتلئات فقط، لكنني بت لا أفهم هذه الأيام، حقا لا أفهم. في الماضي كان كل الناس يعرفون العائلات التي تسمم بناتها ولأجل من، لكن اليوم لا أفهم ما الذي يعجب هذا الجيل في النحيفات، حقا لا أعلم. هجارة وميتو توقفتا لنيل قسط من الراحة في إحدى القرى القريبة من الطريق. حينما كانت العائلات تجبر بناتها على أن يسمن، كانوا يجبرونهن على شرب الحليب، الحليب فقط، وإذا لم يكن الحليب متوفراً كانوا يطعمونهن طعاماً آخر كلحم الجديد. لا يسمح للصغيرات اللاتي يخضعن للتسمين القيام بأي عمل جسدي. كما ترون بناتي يساعدنني في الأعمال المنزلية لأنني لا أطعمهن بشكل مكثف. في الماضي كانت الفتيات تضفرن الشعر بطريقة مختلفة، كل فتاة تضفر شعرها وتزينه بالخرز ويرتدين الشال التقليدي، كما كنا يضعن الحناء ويبيضن بشرتهن بواسطة صباغ النيل، ما كان يكسبهن جمالاً أكثر. أما اليوم فقد تغيرت الأمور، إذ يستخدمن مستحضرات التجميل المصنعة التي لا تعود عليهن بأية فائدة. في الماضي أيضاً كانت الأفضلية للنساء الممتلئات، لكن الحال تغير في هذه الأيام. الآن لا أحد يريد الممتلئة. أعتقد أن هذا التغيير حصل بسبب الراديو والتلفزيون. مجلات الموضة ليست شائعة في موريتانيا، لكن خدمة الإنترنت متوفرة، وبإمكان الفتيات إلقاء نظرة على نمط الحياة في أرجاء العالم. يعجبني نمط لباس هذه السيدة، إنها جميلة. إنها رائعة كالياقوت.
لم يعجبني هذا السوق، أسواقنا أفضل. موسم سيء في هذا العام، أمطار قليلة وحليب قليل، أمطار قليلة في هذه المدينة، لكن سوف يكون لدينا حليب كثير لأنني أنوي افتتاح مزرعة بهدف تسمين الفتيات. نحن نطعم الصغيرات ابتداء من سن 7 أو 8 وحتى 9 في بعض الأحيان، كما يمكننا أن نساعد اللواتي بلغن 30، لكن غالبيتهن من يتهيأن للزواج. تقول إن الناس لم تعد تمارس تسمين الفتيات، لكن لا تزال هناك عائلات تسمن بناتها النحيفات. إنهم يأتون إلي طلبا للمساعدة. نحن على عكس الآخرين، نختلف عنهم. في عالمهم يفضلون النحلات، بينما نحن في موريتانيا نحب السمينات. أنا أحب الممتلئة، تناسبني أكثر في الفراش. تناسبني أكثر. لا أريد الاستمرار في تسمين البنات قصرا، لأنني علمت أن ذلك يتسبب لهن بالمرض. لماذا؟ هل تشاهدين التلفزيون كثيرا؟ لا، أنا لا أشاهد التلفزيون أصلا. لا أشاهد التلفزيون ولا أعرف ما الذي يعرضه. يا قار، أنت مختار حد يقوم بالعجل؟ أنا أفضل من يمارسون الرياضة. انظر إلي، أنا بالكاد أقدر على الحركة كما يجب. الناس في مجتمعنا لا يحبذون نمط الحياة الرياضية، فحينما تكون صغير السن ترغب في أن تصبح سمينا، وعندما يتقدم بك العمر ينتابك الإحساس بالضعف والوهن، وتتمنى لو أنك رشيق. المرأة السمينة مكلفة ماديا، إنها تأكل كثيرا، النحيفة تأكل أقل. السمينة تحتاج إلى 2 لتر من الحليب والكثير من اللحم والخبز، بعكس النحيفة لا تأكل كثيرا. رميت للمرة الأولى في مدينة شنقيط الأثرية. إنهما تتجولان في أسواق وحوانيت المدينة. لم يعد تقليد البلوح متبعا. يعد البلوح تقليدا قديما، لكنه آخذ في الانحسار. أراد ضمان زيجة جيدة لي، لكنني لم أتزوج حتى الآن. منذ ذلك الحين لا أحد يجبر الصغيرات على تناول الطعام. كنت آخر من أجبر على البلوح. كانت تأكل الكثير من الكسكس وتشرب الحليب بكثرة أيضاً. كانت تملأ كوب الحليب وتشربه كاملاً. كانوا يجبرونها بوضع أصابع قدميها بين عصاتين. والدتي كانت تجبرني على ذلك، وعندما أرفض كنت أنال عقاباً شديداً، إذ كانوا يحشرون أصابعي في الزيار، أي بين عصاتين. وعليكم السلام. أول أهلبة. عمي
عادت جارة وميتو إلى نواكشوت حيث بنت كلتيهما في الانتظار. لقد زاد وزن كل منهما في هذه الرحلة، لذا حان وقت التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. لدينا وصفات خاصة تساعد على تخفيف الوزن، يجب إعداد هذا الطبق لتناوله في الغداء. يمكن فقدان الشهية طوال اليوم، تسمى هذه الوصفة شيشن، وهي ضرورية لفقدان الوزن، ويجب على المرأة تناولها في الصباح وفي الظهيرة. نلجأ لهذا الطبق على مدار اليوم للتخلص من الوزن الزائد. نتناوله نحن كما نقدمه لأطفالنا. بدأ تقليد الإبلوح في موريتانيا ينحسر تدريجياً. لا أحد يسمن الصغيرات في المدن الكبيرة، ولكن في القرى لا يزال الأمر قائماً.